هل تعلم كيف يقوم الجن بنكاح المرأة عند النوم؟ تعالى، خلق الجن، ويجب على كل إنسان مؤمن بالغ عاقل أن يتعرف على حقيقة تلك المخلوقات، وخاصة في الأمور التي نشترك فيها سويا، وهذا من أجل أن يتجنب العديد من المتاعب وكي يتجنب شر تلك المخلوقات بإذن الله. هناك حقائق عن نكاح الجن بالإنس وآيات وأحاديث تؤكد إمكانيات ذلك، ولقد أتى في إجمال الأحاديث الواردة إمكانية وقدرة الجن على جماع الإناث من بنات آدم سواء كانت مسلمة أو مسيحية، بارة أم فاجرة. وقد أتت نصيحة لسيدنا سليمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منه، فإن بها باض الشيطان وفرخ. وأيضا نقل عن الشعبي أنه قال: سألني رجل فقال: هل لإبليس زوجة؟ فقلت: إن ذلك عز لم أشهده. ثم ذكرت قوله تعالى: أفتتخذونه ذريته أولياء من دوني؟ فعلمت أنه لا تكون ذرية إلا من زوجة، فقلت نعم. وجاء في تفسير البغوي عن جعفر بن محمد أن الشيطان يقعد على ذكر الرجل، فإذا لم يذكر اسم الله أصاب معه امرأته وأنزل في فرجها كما ينزل الرجل. ويقول الشيخ ابن تيمية: وصرعهم للإنس قد يكون عن شهوة وهوى وعشق، كما يتفق الإنس مع الإنس، وقد يتناكح الإنس والجن ويولد بينهما ولد. الأعراض عن هذا النكاح هي: الاحتلام في النوم أو الاستمتاع المنامي، وفي الأولى يوجب الغسل، وفي الثانية الطريقة تحدث بكيفية لا يعلمها إلا الله تعالى وحده. كذلك أن يشعر الإنسان بوجود مجامع ولا يمكن أن يرده وهو مستيقظ وفي كامل وعيه، كما يمكن أن يتشكل الجن في صورة إنس ويجامع الزوجة، وفي تلك الحالة يكون الجماع كما يكون بين الإنس والإنس. لذا عليكم بالوضوء والحفاظ عليه ودوام الذكر لله تعالى لتحصين أنفسكم.